إذن مباشرة من جماعة السهول أن النسيج الجمعوي منخرط. إذن كما قلنا جمعية المجتمع المدني بالسهول منخرطة كباقي مكونات المجتمع المغربي في مؤازرة والتضامن مع ضحايا الزلزال. إذن مجموعة من الأغطية والأفرشة تقدم بها مجموعة من المتبرعين. الآن أعضاء هذه الجمعيات يحملونها على ظهر فوق العربات ووجهتهم المناطق المنكوبة الحوز وشيشاوة وتارودانت. حتى المواد الغذائية والمؤونة لهؤلاء المتضررين موزعة في قفاف